أهلا بكم من جديد. أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون يتعلق بإنشاء وعمل لجنة التحفظ والتصرف في أموال ما توصف بالكيانات الإرهابية، وأحال المجلس نص المشروع إلى مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره. القانون الذي يمنح اللجنة صلاحيات قضائية وسلطات واسعة، كما يحصن قراراتها من الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وصفه مراقبون بعدم الدستورية، وقال إنه مجرد التفاف على عشرات الأحكام التي صدرت خلال العامين الماضيين عن محكمة القضاء الإداري والتي تبطل قرارات اللجنة الحالية بل وتطعن في تشكيلها من الأساس. قانون جديد يخص لجنة التحفظ والتصرف في أموال التنظيمات الإرهابية وافقت الحكومة عليه وأرسلته لمجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان. يسند القانون المقترح لوزير العدل ترشيح أعضاء اللجنة المكونة من 7 قضاة من محاكم الاستئناف، وهذا النص حسب مصادر قضائية يخالف أحكام الدستور والقانون الخاصة بتشكيل اللجان القضائية، إذ منح وزيرا في السلطة التنفيذية حق اختيار أعضاء لجنة منصوص على طبيعتها القضائية. كما أن مشروع القانون الجديد أحال النظر في تظلمات قرارات اللجنة إلى محكمة الأمور المستعجلة وليس إلى محكمة القضاء الإداري، وهي الإحالة التي تتعارض وفق خبراء مع قانون مجلس الدولة والمادة 190 من الدستور. لكن ذلك ليس كل الإشكال في مشروع القانون الجديد، إذ أنه حسب قانونيين يفتح تعريف الكيانات الإرهابية ليجعلها أكثر عمومية ودون تحديد، كما أنه يلغي دور النائب العام في تنفيذ أحكام إطفاء صفة الإرهاب على الأشخاص والجماعات. وكانت الحكومة المصرية أنشأت عام 2013 لجنة للتحفظ على أموال جماعة الإخوان، لكن محكمة القضاء الإداري أصدرت عدة أحكام ببطلان قراراتها باعتبارها صادرة دون مسوغ قانوني ومن لجنة إدارية لا قضائية. وتلك هي الإشكالية التي جاء مشروع القانون الجديد محاولا تجاوزها. وإذا ما أقر المشروع الجديد للقانون سيصبح هو المكمل لقانون الكيانات الإرهابية الذي صدر نهاية عام 2014. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر سكايب من القاهرة المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق. أهلا بك معنا سيادة المستشار. سيادة المستشار أحمد سليمان، هل أنت معي؟ طيب، من الواضح أن سيادة المستشار أحمد سليمان غير جاهز الآن للدخول معنا في هذا النقاش. أذكر حضراتكم مشاهدينا الكرام بأن هناك مشروع قانون أقره مجلس الوزراء يتعلق بإنشاء وعمل لجنة التحفظ والتصرف في أموال ما توصف بالكيانات الإرهابية. من الواضح أن القانون فصل على جماعة الإخوان المسلمين تحديدا والتي بها أكثر من 700 شخص تم التحفظ على أموالهم بالفعل خلال الأعوام الثلاث الماضية، إلا أنه في الجانب الآخر محكمة القضاء الإدارية حكمت ببطلان قرارات التحفظ على الكثير من الأشخاص أو الأفراد داخل جماعة الإخوان المسلمين، منها على سبيل المثال المدارس التي كانت تتبع الجماعة أو أفراد تابعين للجماعة تم التحفظ عليهم. القضاء الإداري أبطل هذا التحفظ. الآن أصبح معنا سيادة المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، أرحب بك معنا سيادة المستشار. سيادة المستشار أحمد سليمان، نعم، من الواضح أنه غير جاهز أيضا حتى هذه اللحظة. مشاهدينا، أذكركم بأن القانون أو مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء يمنح اللجنة صلاحيات قضائية وسلطات واسعة، يرفع عنها الجزء الإداري، كما يحصن قرارات هذه اللجنة من الطعن أمام محكمة القضاء الإداري. وصف بعض المراقبين هذا المشروع، مشروع القانون، بأنه عديم أو باطل دستوريا، وقال أنه مجرد التفاف على عشرات الأحكام التي صدرت خلال العامين الماضيين عن محكمة القضاء الإداري والتي تبطل قرارات اللجنة الحالية بل وتطعن في تشكيلها من الأساس. انضم إلي ضيف
آخر عبر الأقمار الاصطناعية من أسطنبول الدكتور حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. أرحب بك معنا دكتور حمزة. أهلا بك يا فندم، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير دكتور. مبدئيا كيف رأت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الذي تتحدث باسمه الآن مشروع القانون الذي أقر من قبل مجلس الوزراء حول التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية أو ما بين قوسين جماعة الإخوان المسلمين؟ طب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لا تستعجب يعني من الذين صادروا حقنا في الحياة أن يصادروا أموالنا، ولا تتعجب من شبه الدولة أن يصبح كل ما فيها شبه قانون وشبه دستور. الدستور نفسه سواء دستور الثورة الأول أو الانقلاب الثاني يقول في مواده أنه يتحدث عن حق الملكية، وحق الملكية مصون ملكية عامة، ملكية خاصة، ملكية تعاونية، وهذا محكو يعني منصوص عليه في المادة 33 أن الدولة تحمي هذه الملكية. فطبعا ممكن نرد على طول أن احنا في شبه دولة وبالتالي هذه المادة ممكن نسقطها. المادة 35 تتحدث عن الحق في التملك ونقل الملكية وحق الإرث، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا المنفعة العامة ومقابل تعويض مقدما. المادة 40 المصادرة، الحماية من المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة إلا بحكم قضائي. هذا اتفضل يا فندم. يعني بعيدا عن مواد الدستور، في المقابل هناك قانون صدر يصم جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية وبشكل أو بآخر، ويجوز وضع أيدي الدولة من خلال لجان مختلفة سواء كانت قضائية أو إدارية على أموالهم. هذا ما كنت أود أن أكمله، وحضرتك سألت فيه. تمام، ممتاز. أنه من المعلوم أن كل القرارات الإدارية قابلة للطعن، أي قرار إداري، لأنه ليس حكما من المحكمة، من المعلوم ذلك، وأنه أي قرار صادر من السلطة التنفيذية قابل للطعن، وهناك حالات تم رفع التحفظ عنها. لا، بل أقول وأزيد أنه هذه اللجان التي شكلت هي غير قانونية وغير دستورية، بدليل أنه تم رفع التحفظ عن بعض الناس أو بعض الحالات. هذا واحد. اثنين، أنه في حالات، في حال فرض التحفظ أو الحراسة أو مصادرة الأموال، فإنه وفقا للقانون بيتم الطعن عليها، وبالتالي مش يحصل على أمواله فقط، من حق الذي تم التحفظ عليه على أمواله أن يطالب بتعويض عما فاته من مكسب وما لحق به من خسارة. بس هذا في الدولة، أنا معاك، لكن أنا هكلمك في السياسة. في السياسة هؤلاء شبه دولة، وبالتالي أنت تتحدث عن عصابة تخسر المليارات في صفقات السلاح، وتخسر المليارات في السياحة، وتخسر المليارات في قناة السويس، وتخسر هنا وهنا، لكنها تجد فلوس الإخوان حلوة وطرية وفيها بركة، عشان كده هم يتصرفون كما لو كانت غابة ومستحلة ومتاحة لهم. يعني ابقى معي دكتور حمزة، سأعود إليك بالطبع مرة أخرى، لكن عاد إلينا السيادة المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق. أهلا بك معنا مجددا سيادة المستشار، ورأيك القانوني في مشروع القانون الذي أقر والذي يتعلق بإنشاء عمل لجنة التحفظ والتصرف في أموال ما توصف بالكيانات الإرهابية، ما رأيك في هذا؟ أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. الله يخليك ويبارك فيك. الله يكرمك. يضيق صدري جدا في الفترات الأخيرة في الحديث عن القانون في مصر. ليس هناك شيء اسمه القانون في مصر، هم يفعلون ما يريدون، يخالف القانون الدستور لا بأس، يمسح بالدستور الأرض لا بأس، هم يفعلون ما يريدون. القانون، مشروع القانون يحصن هذه القرارات من الطعن عليها أمام القضاء الإداري. القضاء الإداري سبق أن أصدر عدة قرارات، عدة أحكام بإلغاء قرارات هذه اللجنة، ووصفها بأنها لجنة إدارية. والدستور في المادة 97 منه، وثيقة 2014،
بتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن عليه. هؤلاء يا سيدي لا يعنيهم لا البلد ولا مصلحة البلد ولا مصلحة الناس ولا القانون ولا الدستور ولا الاستقرار ولا الأمن، هم يفعلون ما يريدون وفقط، أو يفعلون ما يملى عليهم للأسف الشديد. طيب والهدف، الهدف من هذا سيادة المستشار من عمل لجنة مطعون في دستوريتها ومطعون في قانونيتها ومجلس الوزراء يوافق على ذلك ويرفع الأمر لمجلس الدولة ومن ثم لرئيس الجمهورية أو البرلمان للتصديق؟ ليس لدينا سلطات يا أستاذ أحمد. مجلس المهندس مخابراتيا مجلس علي عبد العال للأسف الشديد فارق رهيب جدا بينه وبين أي برلمان شهدته مصر. حتى 2010 كان أفضل من هذا المسمى برلمان. للأسف الشديد في برلمان في الدنيا لا يصدق ويوافق ويصدر قوانين لم يناقش منها حرفا. للأسف عندما تثار قضية فساد يتصدى رئيس المجلس للعضو بأن يسكته ويمنع عنه الصوت ثم يهدده بالإخراج من الجلسة ثم يصوت أعضاء المجلس على إخراجه ويخرج ثم يقولون أنهم يتحدثون باسم مصر. أي مصر هذه التي ينتسبون إليها أو يتحدثون عنها؟ للأسف الشديد ليست هناك سلطات، السلطات مجرد صورة لبصمة الإرادة السلطانية لكي تخرج في صورة شبه مشروع. طيب. من شبه دولة، من شبه مؤسسات. للأسف الشديد مصر تنهار. ابقى مع سيادة المستشار، سأعود إليك، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أيضا السيد أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. أرحب بك معنا سيد أحمد. إذن بعض القانونيين وكما سمعت أيضا وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان يتحدث عن عدم دستورية وقانونية هذا مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء. إذن وكأننا نحن أمام مشروع قانون فصل فقط لمسائل سياسية ولأن يضع يده على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وكل جماعة أو منظمة سيصمها النظام في مصر بالإرهاب. ما رأيك في هذا؟ هو طبعا القانون غير دستوري قطعا، وأنا ما أعرفش الهدف منه إيه. هل الهدف إغلاق ملف ما يقال عن مصالحات بتجري مع الإخوان، ولا ان الدوله فعلا هتجري مصالحات فتتحكم في الامر من خلال اللجان دي ما تبقاش قابله للطعن. لكن طبعا القانون بهذا الشكل المفروض غير دستوري. انا مش عارف يعني هو بيحاول يعني يدي لجنه قانونيه باعتبارها لجنه قضائيه، يعني لجنه اداريه لجان القضاء، يعني يصيغ لجنه ما يصيغها من خلال القانون غير ما يصيغها من خلال قضاء اداري، قرار إداري. طيب. فهو يمكن قصده أنه يعمل لجنة تخرج على أنها لجنة قضائية أو لجنة قضائية، تعتبر لجنة قضائية يعني قراراتها قضائية وليست إدارية. للأسف حتى اللجنة القضائية حتى لو يعني أن تصبح بأنها لجنة قضائية لكنها تعين سبعة يعينون من قبل وزير العدل، وزير العدل منصب تنفيذي وليس منصب قضائي، فكيف يقدر؟ حتى لو وصفها كلجنة قضائية المفروض أنه القواعد الدستورية الصحيحة والقواعد اللي هي المحاكمة المنصفة الموقعة مصر على اتفاقيات كثيرة تخصها والدستور بيلزمها أن تعمل على مقتضاها، بتقتضي ان اي حكم او اي حاجه تكون على درجتين ويكون مسموح للمتقاضي انه يطعن في درجه ثانيه. فانا ما يعني مش مستوعب اطلاقا ايه اللجنه دي والهدف منها. وبعدين اذا كان هيسميها هيعتبرها لجنه قضائيه المفروض كده ياخذ فيها راي مجلس القضاء الاعلى ومجلس الدوله، لانه في الحاله دي هتتعلق باختصاص قضائي، سواء بقى الاختصاص القضائي ده يخص مجلس الدولة أو يخص القضاء العادي. فالحقيقة القانون معيب من جميع الوجوه. طيب. يعني طيب ابقى معي سيد عبد الحفيظ، سأعود إليك، لكن بدأ أن سيد حمزة زوبع بدأ أن الأستاذ أحمد عبد الحفيظ بيسأل سؤال ليست لديه إجابة عنه، هو لماذا تفعل
لماذا يفعل النظام في مصر هذا؟ لماذا يصدر قانون غير دستوري وغير قانوني ويضرب بالدستور عرض الحائط والقانون عرض الحائط؟ لماذا من وجهة نظركم أنتم كجماعة الإخوان المسلمين؟ هل هي قطع للطريق أي مصالحات أو أي اتفاقات بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين خلال الفترة القادمة أم ماذا؟ اولا معلش السيد احمد عبد الحفيظ يعرف اكثر مني لماذا يفعل النظام هكذا. هو يعني النظام تعود ومستمر في التنكيل بالاخوان المسلمين وبالثوار بشكل عام حتى نكون منصفين، فالاجابه معروفه ولا تغيب على احد. اما اذا كان يتحدث على انه ده نوع من الضغط على الاخوان للقبول بالمصالحه، لا توجد مصالحه، والمساله دي مساله وهميه للغايه، ولا يمكن ان يكون هناك مصالحه في وجود السيسي، ولا السيسي قابل الاخوان ولا الاخوان قابلين السيسي ولا العسكر يعني ولا الثوار عموما، دي مساله منتهيه. السؤال هو أنا في رأيي يتجاوز المسألة السياسية ويذهب إلى الشق الاقتصادي. القوم عطشى للأموال، القوم محتاجين فلوس من أي حتة، صدروا الجمعيات الخيرية، صدروا كل عمل إنساني نبيل بعيدا عن البعد السياسي. مستشفيات وأوقاف الإخوان المسلمين ربحت مئات الملايين، فقالوا لا إنها ليست رابحة لأنها كانت رابحة، وهذا أمر يغيظهم. هم يريدوا أن يصبح كل شيء مرتبط بالإخوان المسلمين فيه ولو نقص وفيه ولو فشل، حتى يقارنوا فشلا بفشل وهبوط بهبوط. مسألة لا تتعدى أن أفراد هنا وهناك داخل هذه شبه الدولة لا يعجبهم ذكر الإخوان ولا نجاح الإخوان ولا وجود الإخوان ولا أي شيء. وإلا ما أنا قلت لحضرتك أنه ما فيش واحد يعني مستشار قانوني يقول لهم طب ما الأستاذ أحمد عبد الحفيظ هو موجود وعارف القصة يقول لهم، قال لهم أنه غير دستوري. لكن أنت لا تتحدث عن الدولة ولا تتحدث عن وجود نظام للحكم، ولكنها تصفية حسابات مقيتة ومريرة. يصعب معها أن نفكر أي حد حتى بعد زوال السيسي والنظام العسكري في مصالحة مع هؤلاء. يعني هو يريد أن يورط كل هؤلاء كما ورط حسام عيسى، أنه يطلع في يوم من الأيام ويقول الإخوان جماعة إرهابية، وورط الببلاوي وقال إن فض ربعه كان قانونيا ولم يكن قانونيا وبأمر من النائب العام. هو يريد أن يجعل الجميع متورطا، حتى إذا ما زال النظام تجد مصر نفسها وجها لوجه في حرب أهلية وفوضى شاملة. نعم. السيسي جاء لهذا الأمر، قلت ذلك من على منبر الجزيرة في 2013 وما زلت متمسكا بهذا الرجل. نعم. جاء لإحداث الفوضى الشاملة في هذا البلد العظيم. ابقى معي سيد حمزة سعود إليك، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة. أرحب بك معنا دكتور سيف. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير جميعا. وانت بخير دكتور سيف. الحقيقة يعني كل ما قرأت عن القانون او ما استمعت اليه الان او حضرتك من ضيوف الكرام يؤكدون على عدم دستورية القانون او مشروع القانون اللي اقره مجلس الوزراء الان فيما يخص الكيانات الارهابية على حد وصفهم، من الناحية السياسية لماذا يصر النظام على اخراق قوانين غير دستورية غير قانونية؟ هل مسألة تصفية الحسابات هي التي تحكم أداء النظام في مصر حتى هذه اللحظة دكتور سيف أم ماذا؟ نعم، هذه مسألة مهمة، أننا لابد أن نسند هذا إلى الشأن السياسي. إنها عملية مسيسة بامتياز، ذلك أن عملية إدارة الاستبداد تتم بتفصيل القانون، وتفصيل القانون صار أمرا متلازما ومتواترا من هذه الإدارة ومنظومة الاستبداد. ومن ثم فإن هناك منظومة تدير هذه العملية الاستبدادية، برلمان شكلي ودستور لا يطبق بأي حال من الأحوال ولكنه من نصوص الزينة، وكذلك القانون الذي يخرج بعد ذلك بحكم أنه على هوى السلطان أو على هوى المستبد. ومن ثم هذه المسألة بأسرها وبأمتها هي اغتيال للسياسة واغتصاب لها باصطناع قوانين لا تمت إلى المسألة القانونية بصلة، ولكن هي مسألة مسلسة تقوم على تصفية الحسابات. طيب. فالتشريعات من برلمان ساقط لتبرير وتقديم الخدمة
لمنظومة مستبدة تحاول تصفية الحسابات مع جماعة أدخلتها منذ البداية في الإرهاب المحتمل، وبقرار من الحكومة الإنقلابية آنذاك، إنما يعبر عن خلل تشريعي وقانوني ويقوم على قاعدة تسمى بالتحصيل، وما هي إلا تحصيل للإستبداد. طيب دكتور، يعني هذا الإجراء يقطع الطريق أو يقطع الشك باليقين، يعني حسب ما يقولون، في فكرة أن تكون هناك أي أطروحات سياسية تحلحل الوضع الحالي في مصر، وأن يحدث تقارب ما بين جماعة الإخوان المسلمين وبين معارض النظام من ناحية والنظام في مصر من ناحية أخرى، غلق كل أبواب السياسة والاستمرار في هذا الطريق إلى نهايته؟ كما قلت لسيادتك أن هذا الأمر يرتبط باغتصاب السياسة وقتلها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسلم أي أمر يتعلق بالتعامل في هذا الشأن أن يكون تحت اسم المبادرة أو المصالحة، ولكنه في الحقيقة سيكون من هذه المنظومة طلب إذعان واستسلام، والأمر ليس كذلك، وهو الأمر الذي يتعلق بهذه المنظومة الانقلابية والتي تعبر ضمن هذه المنظومة القانونية الفاسدة بما تعبر عنه عن استبداد مقيم لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تتم مقاومته من كافة القوى الوطنية والثورية في هذا المقام، لأن ذلك هو الحل الأساسي لمثل هذه المنظومة الظالمة، حينما يؤكد ابن خلدون أن الظلم مؤذن بخراب العمران. نعم، شكرا جزيلا دكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، كنت معي عبر الهاتف من اسطنبول. مشاهدينا الكرام، الآن أتحول لزميلتي بدر سليم لتعرض على حضرتكم عددا من تعليقات مشاهدينا على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص هذا الموضوع. إليك بدر. أهلا بك أحمد وأهلا بكم مشاهدينا. نستعرض التعليقات أولا عبر فيسبوك. نرمين تقول: نظام مفلس، كل اللي بيفكر فيه إزاي يقدر يحصل أموال بأي طريقة. تعليق آخر من سليمان يقول: عصابات مافيا تعتمد على السلاح الذي اؤتمن عليه، للأسف هذا هو عهد الانقلابات. ننتقل إلى تعليق طارق الذي يقول: الخواجة لما يفلس بدور في كراسته القديمة، وفعلا حاليا بدور على الكراسة الصفرة. تعليق من أحمد حسن يقول: تحفظ ثم تجمد ثم توزع بينكم كقطعة الجاتو. تعليق آخر هذه المرة عبر تويتر: عبد المنعم أبو الفتوح هو المرشح الرئاسي السابق، يقول: القوانين الاستثنائية ومنها المشروع الحالي لوضع التحفظ على الأموال بعيدا عن رقابة القضاء العادي تهدد الاستثمارات في وقت الاقتصاد الوطني ينهار. تعليق آخر أو تغريدة أخرى من محمد يقول: مصر أو هاشتاج مصر، قانون تحصين قرارات لجنة إدارة أموال من الطعن وتخويلها سلطة التحفظ على الأموال وليس مجرد تجميدها، هاشتاج قمة الاستبداد. إذن يعتبر هذا القرار هو قمة الاستبداد. تعليق آخر: أخذنا هذه التغريدة، يبدو أن هذه آخر تغريدة لدينا. نشكركم جزيلا على التفاعل، نعود إليك. شكرا جزيلا منك بدر، وأذهب إلى سيادة المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق لعله يكون معي، وأسأله على أن عندما تلجأ الدولة ويلجأ النظام في مصر لأن يضع لجنة إدارية ويلبسها ثوب القضاء بشكل أو بآخر، ألا يؤكد هذا أن بالفعل هناك قطاعات قضائية داخل مصر حتى هذه اللحظة بعيدة كل البعد عن أيدي النظام وعن سيطرة النظام، ومنها القضاء الإداري؟ لا شك في هذا. واسمح لي أقرأ بعض المقتطفات من حيثيات حكم ألغى التحفظ على مدارس الإخوان. نعم. فقال: لا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون، فخطر الاستبداد على المجتمع
ليس بأقل من خطر الإرهاب، وأن تخطي السلطة لأحكام القانون هو نوع من أنواع الاستبداد الذي لا يقل خطورة عن خطر الإرهاب على المجتمع. هؤلاء لا يقيمون وزنا لا لقانون ولا دستور، ولا يعيرون اهتماما على الإطلاق لأي مصلحة من المصالح المعتبرة لمصر. انظر ماذا فعلوا في سد النهضة، انظر ماذا فعلوا في التصويت لإسرائيل في الأمم المتحدة. المسائل لم تعد خافية أحد، وهم يتصرفون كما يملى عليهم. للأسف الشديد المصالح لا تمت لمصر بصلة، هم يسعون إلى السيطرة على رؤوس الأموال بكافة الطرق، وهذا ضرب من ضروب ما يفعلونه. ابقى معي سيادة المستشار، لكن عودة مرة أخرى إلى ضيفي من اسطنبول الدكتور حمزة زوبع. دكتور حمزة، يصبح هناك سؤال يسأل في كل مرة، ماذا أنتم فاعلون جماعة الإخوان المسلمين تجاه هذا التحدي الجديد من قبل النظام فيما يخص وضع يده على أموالكم؟ هل لديكم خطة للتعامل مع هذا أم لا؟ هو بطبيعة الحال هناك نضال قانوني، ولكنه جزء من أصل، وهو النضال الثوري ضد هذا النظام، وجزء آخر من هذا النضال السياسي لفتح هذا النظام. يعني المسألة لن تمر، هناك محامون والأمور تمضي في محاكم هذا النظام، لا نعرف كيف تنتهي، لكننا نأخذ بالأسباب. هناك نضال ثوري على الأرض، وهناك نضال سياسي في الخارج لفتح هذا النظام عبر وسائل الإعلام وعبر التواصل مع منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية. لأن بالمناسبة، واعطني فرصة بسيطة في 10 ثواني، ما جاء في هذا القرار تحديدا مخالف للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المادة 17، ومخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 17 أيضا، وفيها بندين. اللي أنا عاوز أقول لحضرتك أنه نحن بطبيعة الحال في موقف في المعتدى عليه، والتاريخ علمنا حتى من تجربة عبد الناصر ومن السادات ومبارك أنه تنتصر العدالة ولو جزئيا بعد حين. طيب، لكن على الأقل دكتور حمزة، وعفوا للمقاطعة، هذا القانون بشكل أو بآخر، أو مشروع قانون حتى نكون أكثر دقة، يؤكد أن القضاء ليس كله مسيس بشكل أو بآخر، وده يرد على بعض الأقوال التي تخرج من جماعة الإخوان المسلمين بأن القضاء في غالبيته مسيس ومسيطر عليه من قبل النظام في مصر. هو شوف، طبعا اذا غلب الفساد او عم، انت بتعمم، لكنك لا تستطيع ان تنكر او تنزع الخيريه من اي نفس بشريه، حتى التي يعني بلغت من الفساد والظلم والاستبداد مبلغا. هذا خطا، وانا يعني حاجه احب اقولها وقراتها للمرحوم الشيخ العلامه الشيخ الخطيب محمد عبد الله الخطيب في احدى كتبه، وهي مهمه. وكان يتحدث على أن وظيفة الدعاء البحث عن مناطق الخير في النفوس التي لا يظن أن فيها خير. التعميم مرفوض بكل شكل، لكن إذا غلب التلوث على نهر فأنت تتجنب الوضوء فيه، هذا يعني معروف. لكن هذا لا يمنع أن هناك مجرى من مجاري النهر فيه خير، وهذا يعني نتمنى أن النفوس الطيبة في أي مكان تصحو وتفيق، لأن الجلل والبلاء قد عم. أشكرك شكرا جزيلا حمزة زوبع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول. وانضم إلينا الآن السيد محمود إبراهيم، نائب مدير مركز الاتحادية للدراسات. أرحب بك معنا سيد محمود. أهلا بك سيد محمود. يعني كل ما قرأنا عن مشروع القانون الذي أقر من قبل الحكومة المصرية منذ يومين يتحدث على أن القانون به عوار، مش عوار قانوني فقط ولكن أيضا عوار دستوري. اللي بيتحدثوا عن دوت وزراء سابقين كسيد محمد عطية أو كسيد حامد الجمل القانوني المعروف. لماذا تصدر الدولة أو رئاسة الوزراء مشروع به عوار دستوري وقانوني سيد محمود من وجهة نظرك؟ أولا اسمح لي، يعني القانون والدستور دول بيضعوا الناس لتسيير مصالحهم ولتحسين الأمر، تحسين أمورهم وتسهيلها يعني. فإحنا هنا بنتكلم على، وأنا مش بتكلم في المادة الدستورية أو من عدمه، لكن المسألة واضحة جدا. إحنا إذا جماعة إرهابية هددت بحرق مصر في
خلاص يعني في 80 سنة من هذا الهراء انه الالعاب القانونية والبتاع دي محتاجة قرار حاسم سياسي بتصفية جماعة الإخوان. انا مع تحصيل اللجنة لا يعني سيد محمود انت بهذا الشكل يعني تتفق مع الدولة بانها تستخدم القانون بشكل غير قانوني وغير دستوري في تصفية خصومها السياسيين ايا كانت المسميات اللي بتطلق عليه. ما يعني يا اخي القضاء الاداري في مصر رفض هذا المنحة ورفض فكرة التحفظ على الاموال ورآها غير دستورية وغير قانونية بالمرة. يا استاذ احمد لا حرية لاعداء الحرية. خلاص المسألة واضحة جدا. لا حرية لعداء الحرية. حضرتك بتكلمني عن قانون عن جماعة بتشيل سلاح. أليست هي أليست هذه هي الفاشية؟ أليست هذه هي هو الاستبداد؟ تستخدم القانون وتطوعه لخدمة أغراضك وتصفية حساباتك يا سيد. يا أستاذ أحمد خلاص يا أستاذ أحمد عشان بس نبقى واضحين خلاص. المبدأ السياسي الأساسي اللي قامت عليه القوانين والدساتير والحريات بيقول لا حرية لأعداء الحرية. خلاص فإذا كانت جماعة الإخوان هددت بالسلاح وكانت من أعداء الحرية فإحنا 80 سنة من الهراء السياسي ومن إن إحنا بنسيبهم ويتفقوا مع أمن الدولة في الانتخابات ويقول لك مبارك مش عارف إيه وبتاع وكده نخلص بقى من الفيلم ده. هو استئصال. فحضرتك أنا مع تحسين اللجنة جدا مع تصفية جماعة الإخوان المسلمين خلاص وتصفية أموالها والحجز عليها وحظرها تماما ومش بس كده تشديد العقوبات على الانضمام طيب. أو الإعلان عليه للانضمام ليها. نخلص بقى من الموضوع ده سياسيا وبتاع مسألة بقى قانونية أو دستورية أو مش عارف إيه مسائل نجري فيها في المحاكم. طيب ابقى سيد محمود سيد احمد عبد الحفيظ لعلك استمعت الى كلام السيد محمود ابراهيم بيقول بغض النظر عن القانونيه وعن الدستوريه انا مع تصفيه جماعه الاخوان المسلمين باي شكل كان. هل تتفق معه في هذا الطرح؟ لا طبعا لا اتفق لانه اصلا هو بيتكلم على قانون فاذا الحكومه ما بتقولش رايه بتقول ان العمليه ينبغي ان تكون قانونيه. فعشان تكون قانونية لازم يبقى قانون حقيقي لا يهدر الحقوق والضمانات الدستورية ولا الحقوق والضمانات الإنسانية ولا الحقوق والضمانات مصر موقعة عليها في الاتفاقيات الدولية بصرف النظر عن نوع الجريمة. والناس ما بتدركش حاجة كل ما اشتدت الجريمة واشتدت خطورة الجريمة وخطورة فاعلة بقينا محتاجين لضمانات أكثر لأنه عادة الجرائم العادية يعني ما حدش بيهدر حقوق المتهمين ولا ما حدش بيهدر بشكل عمدي يعني أو بشكل ممنهج. فإذا كانت الحكومة اختارت القانون والمحاكم ووسيلة لتصفية جماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية فلا ينبغي أن يتحول القانون لمجرد أداة وظيفية شكلية. وإذا كانت الحكومة عاوزة تعمل زي ما بيقول الأستاذ محمود طب ما تعمل بقى قرارات بشكل اداري بحت وما لا لازمها قانون بقى ولا لازمها حتى قرارات اداريه تعمل اللي هي عايزاه. يعني شكرا. الكلام ده معناه ان احنا مطلق حريه الحكومه تعمل اللي هي عايزاه وده طبعا ما حدش يقدر يوافق عليه يعني. احمد عبد الحفيظ المحامي والناشط الحقوقي اشكرك شكرا جزيلا كما اشكر وزير العدل السابق سياده المستشار احمد سليمان كان معي عبر الهاتف من القاهره. واخيرا اشكر السيد محمود ابراهيم نائب مدير مركز الاتحاديه للدراسات كان معي ايضا عبر الهاتف من القاهره. مشاهدينا الكرام ما زلنا معكم نذهب الان الى فاصل قصير نتابع بعده الملف السوري وفيه عشرات القتلى والجرحى في قصف الطيران الروسي وقوات النظام على مدينتي إدلب وحلب.